من أسعد اللحظات اللي أكون فيها مشارك أبناء الشعب البحريني في هالفعاليات وهالمسيرات، لأن هاي التواجد في الساحة هو اللي يعطينا قوة في الخارج في الملف الحقوقي والملف الإعلامي. يعني في جنيف في جهد، ولكن أي جهد ما يكون له ارتباط بالحراك الشعبي ما راح ينتج، ما راح يتذكرون العالم، ما راح يتذكرون المنظمات الحقوقية، ما راح يذكرنا الإعلام الخارجي والدولي. علينا أن احنا نشتغل في الداخل ونحرك العالم ويانا بصمودنا إن شاء الله. طبعا هذه من العلامات الفارقة في تاريخ البحرين، هذا الحضور وهذا الحراك الشعبي المستمر رغم الغم ورغم الحملة الأمنية. هذا يعطي انطباع حتى في المجتمعات الدولية بأن الشعب البحريني مصر على المطالب المشروعة والتي بإذن الله ستتحقق إن شاء الله وسيعم الخير على الجميع. هنا رسالة بسيطة نوصلها لإخواني السنة تحديدا، أنا ما أحب المسمى، لكن هاي رسالة بسيطة. أبدا ما في الكلام اللي يقال عن إيران، ما إيران، وإذا وجد خلاص خلوا الخونة وخلونا إيران مع إيران، وانتوا روحوا طلعوا لنا باللي انتوا تقدرون، طلعوا من حقوق لهذا الشعب البحريني لكم ولنا، أثبتوا لنا أن انتوا قادرين على مطالبة بحقوق الشعب البحريني بكفتي السنة والشيعة بدون تدخلات إيرانية على حسب على حد مزاعمكم. يعني هذه رسالتي بكل بساطة، وأشكركم على تغطيتكم وعلى نشاطكم الواضح في تغطية الفعاليات المعارضة في البحرين.